لاحظت وزارة الداخلية جنوح بعض المتظاهرين إلى الاعتداء على المقرات الحكومية محاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح، فيما أضرمت مجموعة خارجة عن القانون النار في مبنى بلدية بنغازي الجديد، حيث أرادت اختراق التظاهرات السلمية التي أمنتها وزارة الداخلية. وتعرضت مديرية أمن المرج لإطلاق نار ومحاولة حرق برمي أجسام مشتعلة داخل أسوارها من قبل مجموعة غيرت مسار المحتجين من التظاهر ضد تردي الوضع المعيشي وانقطاع الكهرباء إلى مقر المديرية. استهجنت الداخلية هذه الأعمال بشكل قاطع، وذكرت الجميع بجهود الأجهزة الأمنية والشرطية المضنية في كل خطر يتهدد الوطن، كما ذكرت في بيان لها بأرواح الشهداء من ضباطها الذين سقطوا أثناء تأدية مهامهم الأمنية والوطنية، مؤكدة أنها تؤدي واجبها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة كما يوجب القانون. الداخلية دعت في ختام بيانها إلى إعلاء الوعي لدى المواطن وإدراكه بضرورة صون المؤسسات والإحساس بالمسؤولية تجاه ممتلكات الدولة باعتباره مكملا لعمل أجهزة الداخلية كافة. محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث.